صباح الخير من جديد، واكيد بنرحب بكل الاشخاص اللي انضموا لنا على شاشه التلفزيون الاردني لنكمل حلقتنا لليوم من يوم جديد اللي بلشنا فيها معكم من الساعه 8 ومستمرين للساعه 11. اكيد فقرات متنوعه ومتعدده كانت معنا من خلال ضيوفنا، ومستمرين بفقره في غايه الاهميه لها علاقه بالتفتيش واستراتيجيات التفتيش بوزاره العمل. ويمكن دردشنا انا وضيفي الكريم الاستاذ عدنان ربايعه مدير مديريه التفتيش في وزارة مديرية التفتيش في وزارة العمل، قديش مهم حملات التفتيش اللي بيقوموا فيها، وقديش مهم الاستراتيجية أكيد اللي بتضعها وزارة العمل في إنشاء بيئة استثمارية ناجحة، وأيضا في إدرار دخل يمكن إضافي، وأيضا إعطاء العمال حقوقهم بالإضافة أكيد المطلوب منهم من واجبات. اليوم رح نتعرف أكثر عن استراتيجيات التفتيش الجديدة، عن الخطط اللي رح يقوموا فيها بوزارة العمل، بالإضافة إلى المؤتمر الوطني الأول من نوعه والخاص بالتفتيش. صباح الخير، كيفك أستاذ عدنان؟ صباح الخير، شكرا. أهلا وسهلا فيك. حديث شيق صراحة كنا بنتحدث فيه تحت الهواء، وأكيد هلأ كمان رح نطلع السادة المشاهدين على التفاصيل هاي، ولكن نحكي شوي عن استراتيجيات التفتيش. لما سألتك قديش بتحطوا استراتيجيات التفتيش، قلت لي احنا بشكل عام التفتيش عندنا يومي، ولكن الاستراتيجيه بنضعها كل فتره وفتره حسب وضع البلد وشو المتطلبات الجديده اللي ممكن انها تكون. فخلينا نحكي عن استراتيجيات التفتيش الجديده عند وزاره العمل. اشكرك سيدتي. نعم، الحقيقه انه التفتيش هو يعني ميزان ومهم جدا من نواحي اقتصاديه واجتماعيه للوطن، عشان هيك مناط بالمفتش العمل ان يقوم بواجبه وان يتحقق من تطبيق الشروط. هلا شروط العمل اللي واردة بالقانون تقسم لقسمين، قسم ظروف العمل اللي هي بنسميها السلامة والصحة المهنية، إنه العامل يشتغل في بيئة نظيفة وما تأثر عليه تؤدي إلى حوادث أو على المدى الطويل لأمراض مهنية، لأنه هذا كله يعني هدر لأموال الدولة واقتصادها. الجزء الثاني شروط العمل، شروط العمل اللي هي حقوق العامل في الإجازات والاستراحات والساعات العمل والرواتب، أيضا هذا جزء ثاني وبتضمن يعني قانون العام حوالي 142 مادة بتحكي بالتفصيل كل هذا بند من هاي البنود. الآن دور المفتش حسب القانون إنه يتحقق من هاي الشروط ويعني يرشد أصحاب الأعمال إلى تطبيقها. عشان هيك احنا يعني الظروف اللي حوالينا يمكن اثرت علينا السياسيه، واعداد كبيره من اللاجئين الاردن فتح ابوابه لهم، لكن هذا اثر على سوق العمل، فكثير منهم انضموا بطريقه قانونيه او غير قانونيه لسوق العمل، وبالتالي اثر علينا ويمكن ارتفعت نسبه البطاله. عشان هيك كان في توجه انه نعيد النظر باستراتيجيه شو المطلوب للمرحله القادمه، سواء على المدى القصير او على المدى المتوسط. والحمد لله يعني كان في عندنا خلال الفتره الماضيه ويمكن امبارح في نهايه المؤتمر ايضا انه خرجنا بتصور الاستراتيجيه وطنيه للتفتيش، وانا بعتقد برايي بديش اكون متحيز لاني مدير تفتيش، لكن هي الاساس في ضبط سوق العمل. إذا استطعنا أن ننفذها بشكل جيد إن شاء الله راح نحل الكثير من الأمور. يعني مثل شو الاستراتيجية الجديدة اللي وضعتوها أكيد لضبط يمكن هاي الأمور اللي عم نشوفها واللي كثير من المواطنين أيضا بيشكوا منها نوعا ما؟ أكيد، يعني الاستراتيجية مبنية تقريبا على 6 محاور. المحور الأساسي الأول هو بناء القدرات. عندنا مفتشين، وبالفترة الماضية صار في عندنا نقص فيهم نتيجة زيادة أعداد العمال والمنشآت بشكل كبير، فحكينا أنه لازم نبدأ في بناء قدرات المفتشين ابتداء من تقييم أداء المفتشين وبناء خطة تدريبية شو المفتش بيحتاج من بداية انضمامه للعمل في وزارة العمل إلى أن يتقاعد. كل سنة في تعديلات، في أشياء جديدة بتدخل، في مفاهيم جديدة بسوق العمل. أيضا تم الموافقة على استحداث مركز متخصص اسمه مركز تدريب المفتشين، متخصص بالتدريب وينفذ الخطة التدريبية المطلوبة. مش هيك فقط، لكن أيضا أنا بحاجة أنه يكون عندي مدربين، برنامج TOT، حتى هدول المدربين يكونوا من نفس الوزارة ومن نفس المركز يقوموا بالتدريب لأي مجموعة من الموظفين أو المفتشين الجدد اللي بنضموا للعمل. هذا محور بناء قدرات. في أنا بحكي باختصار يعني حتى أكيد طبعا، لكن في عندي محور ثاني اللي هو تعزيز التفتيش، تعزيز وتفعيل آليات التفتيش. هلأ التفتيش يمكن صار له فترة للأسف بيركز على بعض الأشياء من سوق العمل، يمكن العمال الوافدة وتصاريحها، لكن أنا برأيي الأهم من أبعد هذا، من هيك الموضوع بالتأكيد الأهم زي ما حكيت لك في عندي شروط وظروف العمل، وراح أحكي لك مثل صغير. في عندي عمالي وافدي حوالي 450 ألف عامل مصرح،
في عندنا الارقام متباينه لكن اكثر من 600 الف عامل غير مرخص، هذول هم اللي مسويين لي خلل في سوق العمل. هلا برجع بحكي انا وخلينا ناخذ تجربه امانه عمان في عمال الوطن. في البداية إذا رجعنا 10 سنوات قبل ما كان في إقبال عليها وكان في نقص وكان معظم عمال الوطن هم عمال وافدين. صح. لما الأماني درست الموضوع وحطت رواتب جيدة واستقرار وظيفي وحوافز للموظفين وساعات عمل محددة، الآن روح يشوفي بتلاقي في عندهم طلبات ومش قادرين يأخذوها من الأردنيين. صح. إذن صار في إقبال من أهل البلد إنهم يشتغلوا بهذه الوظيفة. عشان هيك أنا بحكي المفتاح للضبط سوق العمل هو تنظيم شروط وظروف العمل. صح. العامل الأردني لما يحس إنه عمله مقدر، واضح متى بداوم، متى نهاية الدوام، عنده التزامات اجتماعية، عنده إجازات، أمان استراحات، راتبه متجاوز طبعا الحد الأدنى من الأجور، هذا اللي بيخليني أحل العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة. فهذا محور ثاني أنه نعزز الرقابة والتفتيش من خلال يعني زي ما حكينا أنه ننظم السوق، نتأكد أنه العمالة الوافدة في القطاعات اللي محتاجينها. كل دول العالم فيها عمالة وافدة وهذا شيء مقدر. لما يكون عندي نقص أو عدم تغطية عمالي أردني في قطاع معين لازم أجيب عمالي وفادي حتى تغطي، أو بعض المهن اللي بقبلوش عليها الأردنيين إلى أن نحل محلها. هذا المحور الثاني. المحور الثالث أيضا أنا بدي يعني كوادري محدودة دائما، فبالتالي بدي أخفف على صاحب العمل وأشجع الاستثمار. في عندي أشياء جديدة، مفاهيم جديدة، على سبيل المثال التفتيش الذاتي. هلأ لما تكون شركة ملتزمة بالقانون فتشت عليها مرة واثنين وجدتها ملتزمة، ليش أضيع وقتي عليها؟ أنا في عندي لائحة بالقانون أو مستمد من القانون شو المطلوب من صاحب العمل، فبالتالي أنا بعطي هاي اللائحة لصاحب العمل وبحكي له ألتزم فيها، وأنا بصير كل سنة أو سنتين فقط أدقق اللائحة، وإذا بده مساعدة بساعده فيها. بالمقابل أنا وجهت إمكاناتي وكوادري الغير ملتزمين لشركات ومؤسسات أخرى. تمام، هذا بنسميه التفتيش الذاتي، هذا أحد المحاور أيضا. المحور الثاني التفتيش المبني على المخاطر. المخاطر يعني تختلف الشركات، على سبيل المثال في عندنا مخاطر سلام وصحة المهنية، إصابات وما إلى ذلك، وفي عندي مخاطر أخرى على سبيل المثال عمل المرأة أو عمل الطفل أو عمالي وافدة أو عدم دفع الأجور. هاي كلها في نظري كوزارة عمل مخاطر، فبالتالي أنا ممكن أركز عليها. فحطينا علامات معينة لكل مؤسسة، وبالتالي أنا بقيمها من خلال نظام حاسوب إنه هاي مؤسسات ذات مخاطر أعلى بركز عليها، ذات المخاطر الأدنى ما في داعي أزورها أو زيارة بتكون لها متباعدة. فبالتالي أنا خففت العبء على المستثمر وصاحب العمل، وبنفس الوقت ركزت على القطاعات الخطيرة. في عندي كمان نقطة ثانية أو محور ثاني اللي هو الدعم والتوعية بدور المفتش واستقلاليته. دور المفتش يعني الإجراءات اللي بتاخذها ليس هو يرغب فيها، لكن هيك القانون حدد لي إياها. فبالتالي صراحة يعني من هذا المنبر خليني أشكر أصحاب الأعمال والمستثمرين المتعاونين، وهم الأغلب اللي بتعاونوا معنا. أنا بالقانون عندي صلاحية أدخل وأخذ البيانات وأقابل العمال اللي يعني بيسهلوا لي هاي المهمة حتى أتأكد إنه شروط وظروف العمل لمصلحتهم بالأول وبالآخر. أكيد لأنه ممكن أنتم كمفتشين تشوفوا نقاط مختلفة تكون في مصلحة رب العمل لا تزيد فعلا من إنتاجه. بالتأكيد يعني. حتى يكون في قبول لمنتجه، خاصة يمكن شوي عندنا لسه هون، لكن برا المنتج يقيم على أساس العمالة، مين العمالة اللي قامت فيه، هل في انتهاك بحقوقها، هل كانت عمل جبري وما إلى ذلك. هاي كل نقاط تأخذ بعين الاعتبار وبالتالي مرتبطة التصدير. أكثر من هيك يعني أنا لما أتجاوز عن بعض المؤسسات المخالفة للقوانين، تعرف أنه هذا وفر أو أنتج منتج مثلا ما دفعش الضرائب للدولة أو لتصريح العمل، فبالتالي منتجه أرخص وأصبح منافس أكثر لصاحب العمل الملتزم بكل القوانين تمام والإجراءات. فبالتالي دوري أني أكون عادل أنا أيضا، والجميع بده يلتزم بالقانون، فبالتالي حتى تكون المنافسة عادلة والكل ينافس في يعني ظروف واحدة. يعني أنا سعيدة جدا بأنه عم نعرف تفاصيل يمكن غايبة عن بالنا جميعا، خاصة بموضوع التفتيش اللي له علاقة بوزارة العمل. يعني كل النقاط اللي تحدثت فيها أستاذ عدنان مهمة جدا، ومن ضمنها نقطة يمكن لأنه إحنا بشكل عام بالإعلام دائما بنستضيف الأشخاص وبنحكي عن ثقافة العيب وثقافة العيب، ولكن يبدو أنه موضوع ثقافة العيب ممكن أنه إحنا يعني يزول بأنه فعليا العامل يكون بده دخل
يعيشوا حياة كريمة. وأنا بالتالي ثقافة العيب ما رح تخطر بباله، لأنه بالأول وبالآخر هو بده يسترزق. نعم. بده يسترزق بمكان فعليا يقدر أنه يحس فيه بالأمان الوظيفي، ويقدر أنه فعلا يكون يعني سلامته موجودة، حقوقه متوفرة، وكله أكيد من خلال الجهود اللي بتقوموا فيها بوزارة العمل من خلال التفتيش. طب لما نحكي أستاذ عدنان، أنتوا بتقوموا بزيارة زي ما قلت تفتيشية يعني دورية وبشكل دائم، وحكيت كمان نقاط مهمة عن توفير طاقتكم لكثير من الشركات اللي لازم انكم تفتشوا عليها بشكل اكبر. هل ايضا بتاخذوا بعين الاعتبار الشكاوي اللي ممكن انها تيجي؟ يعني اوقات كثير بيكون في شكاوي معينه ممكن انها تورد لكم لانتهاك لحقوق مثلا عماليه، لبيئه مثلا مش مناسبه، كيف ممكن؟ طبعا ايضا في نصوص القانون انه احنا نتحقق من الشكاوي، ففي عندنا خط ساخن في وزاره العمل ممكن اي عامل يتصل فيه، وفي عندنا كمان ترجمه حتى للعمال الوافدين لاربع لغات، فبالتالي ممكن خلال ساعه دوام يتصلوا وراح يجدوا من يتواصل معهم بلغاتهم. مكاتب التفتيش ومديريات العمل في المملكه ترحب ومتاحه لاي شخص بده يقوم بالتفتيش، وهذا جزء كبير من عملنا اليومي، انه العامل اي عامل والشكاوى طبعا سريه بتقدم انه في عندي 1 2 3، فبالتالي المفتشين بتحققوا الموضوع وبتاكدوا منه وبحلوا له اياها. استاذ عدنان، حكينا تحت الهواء قديش مهمه العمليات التفتيشيه، وانه يكون فعلا رب العمل سواء مؤسسه مصنع شركه انه يقوم بالاجراءات اللازمه للعمال حتى يوفر بيئه استثماريه صحيحه. وحكيت لي زي ما قلت قبل شوي يمكن هذا كثير مهم، لانه ممكن المنتج يكون كواليتي تبعته والجوده تبعته عاليه، ولكن على حساب عرق العمال، فبالتالي دول برا بيرفضوا المنتج شكلا ومضمونا. ان شاء الله نقدر نوصل لهي المرحله صراحه احنا كمان. فاحكي لي كيف ارتباط ايضا عمليات التفتيش بالبيئة الاستثمارية الجيدة اللي ممكن انها تفيد ايضا ارباب العمل بهذا الموضوع؟ اشكرك، هذا موضوع كثير مهم صراحة، وخليني احكي عن نقطتين. النقطة الاولى انه يعني قد يعني بعض اصحاب العمل بتضايقوا منا، ممكن بيعتبروا انه الوقت اللي بنزورهم فيه بهدر وقتهم بدل ما ينتجوا ما الى ذلك، لكن احنا واعيين جدا لعملية الاستثمار صراحة، وبنشتغل حتى نشجعهم انهم يلتزموا ويصدروا. خليني احكي لك عن تجربة صغيرة فقط مع يعني في قطاع الملابس، يمكن لما صارت اتفاقية مع الولايات المتحدة للتصدير عندنا كوتا مفتوحة أنه نصدر الملابس للولايات المتحدة تقريبا من العام 2000. بدأت عندي صناعة كبيرة جدا في قطاع الملابس، وإجوا الكثير من المستثمرين من الخارج وجابوا عمالهم معهم، والأردن رحبت بهذا الموضوع حتى نشجع الاستثمار. صحيح. لكن لما بلشوا يصدروا سنة سنتين بلشت التقارير تصدر في أوروبا وأمريكا أنه في عندنا مشكلة، هذا المنتج ينتج على حساب عرق العمال، والكثير من المستوردين أوقفوا الاستيراد، وصار عندي شك بالموضوع. وكانت فترتها يعني بدنا نشتغل، لكن إمكانياتنا حتى كوزارة عمل شوي كان في عندها مشكلة، فطلبنا المساعدة من منظمة العمل الدولية، وطلبنا إنهم يبعثوا لنا خبراء وما إلى ذلك. وبالفعل في عندنا مشروع اشتغل اسمه مشروع العمل الأفضل، حتى الآن يعني بتعاون كبير مع وزارة العمل، وهو بيقوم في بعض العمليات الخاصة بالتفتيش والتأكد إنه هاي المنتجات اللي بنصدرها للولايات المتحدة سنويا بقيمة 2 مليار مطابقة للشروط المطلوبة. فبالتالي احنا ميزان بين المستثمر والعامل. صحيح. بدي احقق حقوق اقتصادية واجتماعية للعامل، العامل يكون مستقر، نفس الشيء انا بدي اشجع الاستثمار، لكن ليس الاستثمار المبني على حساب عرق العمال. تعطوا اكيد كل شخص حقه بهذا الموضوع. اخيرا يمكن استاذ عدنان، حكينا عن محاور المؤتمر بشكل غير مباشر يمكن من ضمن لما حكيت لي عن الاستراتيجية، ولكن هيك باختصار شديد نحكي عن المؤتمر الوطني والاول من نوعه اللي عم بيصير والخاص بموضوع التفتيش تحديدا. يعني بكل فخر دائما الأردن سباق، وأيضا أخذنا قصب السبق في المؤتمر الوطني الأول للتفتيش وبرعاية معالي وزير العمل، وكان فيه اهتمام كبير بالموضوع حتى على مستوى يعني إقليمي. عقدنا هذا المؤتمر، وبشكل بسيط المؤتمر إن شاء الله راح يكون سنوي، يناقش جزئين، جزء فني
شو احتياجات المفتش، شو ظروفه، شو التحديات الموجودة، شو التشريعات اللي بحاجة إلى عادة دراسة، وجزء آخر يعني نحكي اجتماعي أو داخلي. الآن المفتشين ممتدين من الشمال إلى الجنوب، فبالتالي بدنا نوحد آلية عملهم حتى المستثمر اللي بالشمال أو بالجنوب أو فرع له يأخذ نفس الإجراء ولنفس الظروف. ما بصير أنا أتحدث معه بلغة في عمان وفي إربد في لغة ثانية. فهذا محور حتى نوحد إجراءاتنا كتفتيش وكلنا نكون صورة واحدة متماثلة للمستثمر. النقطة الثانية اللي بدي أشدد عليها فقط إنه يعني الاستقلالية والدعم للمفتش. المفتش يقوم عمله شبيه بالقاضي بين العامل وصاحب العمل، وغالبا في أي قضية بتدخل فيها أو شكوى في أحد الأطراف ما بيعجبه الحل لأنه راح يكون على حسابه، فبالتالي دائما في عنا يعني بعض نحكي الشكاوي من أصحاب الأعمال وما إلى ذلك. بتأمل إنه يتفهموا دورنا، إحنا نطبق القانون، القانون وضعه ضمن أسس محددة، فإحنا فقط ميزان عادل بين صاحب العمل والعامل. كل الشكر لك الأستاذ عدنان رباب عمودي مديرية التفتيش في وزارة العمل. تحياتنا أكيد لكم بوزارة العمل بكل الطاقم أكيد، وزي ما قلت دوركم دور كتير كبير، أنتم بين مطرقتين، ولكن إن شاء الله يكون في مساعدة كتير كبيرة من أرباب العمل، لأنه تأكدوا تماما موضوع التفتيش رح يصب أكيد في مصلحتكم وفي مصلحة استثماركم، وأكيد الواحد ما بيحب أنه يجي على حقوق البشر، خلينا نكون إنسانيين. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك أستاذ عدنان. شكرا لكم للتلفزيون. أهلا وسهلا.